أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه. اليوم الجزء الثالث، ورح نتكلم عن الإرهاب ومستقبل المنطقة العربية. رحبوا معي بضيف وضيفكم الكريم، مع الأستاذ نعمان بن عثمان، رئيس مؤسسة كليوم للأبحاث. أستاذ نعمان، يمكن الأهم ونستغل وقتنا في هذه الحلقة، مستقبل الأمة العربية. الكل قلق على مستقبل الأمة العربية. اليوم بدأت حرب الموصل، تحرير الموصل، حاملات الطائرات، الصواريخ، كلها تنتقل إلى الأمة العربية، خلافات واضحة بين دول الخليج، بين الدول العربية، كأن نعيش مستقبل نفقضان. بدأنا نتكلم الآن، الإعلام قاعد يتكلم ويدفع أن هناك حرب عالمية ثالثة قادمة في المنطقة. كيف ترى مستقبل المنطقة العربية؟ مستقبل المنطقة العربية هي عبارة عن انتقال الصراع ما بين روسيا وحلف الناتو، روسيا وحلفائها، وحلفائها الجدد اللي شكلتهم الآن في المنطقة، وحلف ناتو بشكلها القديم قاعد كما هو، وروسيا اللي هي ورثة الاتحاد السوفيتي. فقط نقلوا مفاهيم ومنطق الحرب الباردة، مع الأخذ في الاعتبار 20 سنة اللي مضت في التطور هذا، أصبحت الآن مركزها الوطن العربي. في السابق كانت في أوروبا الشرقية، بس الآن أصبح الخطر أقوى بكثير جدا، ونقلت إلى نقطة التحدي الأساسية، لأن هذا هو مصير القرن 21. المشكلة أن نحن كل الدول العربية داخلة إلى هذا الصراع بدون ما نملك أدوات التعامل معه ولا الاستجابة معه. يعني لا نسوى شيء، نكون صريحين، يعني لأن فاقدين أي أداة تمكننا في هذا الصراع اقتصاديا سياسيا. أنت حتى البترول اللي هو القوة الرئيسية اللي نملكها، صح؟ هل نستطيع أن نتحكم في أسعاره؟ مستحيل. أتحدى أي واحد عربي، لا أوبك ولا غير أوبك ولا دول عربية ولا قصة ولا بطيخ، شفت يعني وريك. إذا من يتحكم في أسعار السلعة التي نملكها نحن وهي حيوية جدا للعالم؟ دولار. من يقرر السعر هي قوة أخرى غير موجودة في الوطن العربي وتخدم فيها دائما بالطريقة التي يعني تخدم مصالحها في الصراع هذا. فمستقبل المنطقة العربية أن هي جزء من هذا الصراع. طيب، وحنا تكلمنا أن سيتم إعادة بعض الخرائط، صح؟ الآن خليني بس، أنا تعمدت ما باش نذكرها في الحلقة الماضية واللي قبلها لسبب إثارة الجدل، وتكلمنا بأشياء كثيرة الناس دايخة فيها، وجدتني كثير ردود أفعال رائعة جدا، وممكن حضرتك أيضا يعني ممتازة. أنا مبسوط جدا أن شككنا الناس فيما يتصوروه أن توابت، هزيناها بقوة، وهذا شيء إنجاز رهيب. يعني خلينا نعمل شوية دعاية لبعضنا، بروباغاندا والمحطة أيضا، مش محتاجين، بارك الله فيك. فلا، هذا المطلوب، هو هذا التحدي الصح، لازم يكون إعلام ينقل الحقيقة. الله يخليك، لازم الناس تتساءل. أنا صح. طيب، فريق خلي معلش نستعيرك، خليها أنا بسمع، أنا أستمتع. الله يحفظك. الحلقة الأخيرة دي إن شاء الله يعني ما تكونش هي نهاية المطاف، بس على الأقل في جولتنا هذه السنة يعني تكون فيها نوع من القفشات، نخفف شوية من الحدة. فنبردك للمنطقة العربية والمستقبل المنطقة العربية والأشياء اللي تكلمناها، وثائق وإلى آخره، وإخوان مسلمين ومش عارف إيه، وتركيا وإيران، قصة طويلة عريضة. يعني طرحنا احنا في الايميل الماضيات عدة مسائل، وطرح كل واحد منها يحتاج ممكن مؤتمر لمدة شهر، كل نقطة رئيسية طرحناها. صحيح. تحتاج ايه؟ صحيح. بس ما قلت لك احنا حركنا الواحد، هذا الاسلوب مثل اسلوب الان، لان الان حنجيب لك الاصل من اين جاء. وحتى كنت حاطط تسفيه، انا تعمدت ما باش نتعمق، لان ما كناش نبي نجر الاجابه النهائيه اللي بها اليوم باذن الله. فهي في المذاهب الاسلاميه الاربعه المعتمده عندنا في اهل السنه، الأحناف والحنابلة والشافعية والمالكية، ما يمي ما يعني جوهريا في أصول كل مذهب، اللي يختلف ما بين الثلاثة المذاهب الحنبلي والمالكي والشافعي عن الأحناف في مسألة أصول المذهب. كيف؟ الأحناف أسسوا المذهب على الفروع وليس على الأصل. فروع المسائل اللي كانت وجدت عن طريق الإمام أبو حنيفة وكذا كذا، أسسوا عليها عن طريق الاستقراء كل هذه الجهات، صنعوا منها الكليات. المذاهب الثلاثة لا تختلف، حاولت أن تأخذ الأصل قبل من فهم النص نفسه الشرعي، الكتاب والسنة، وعلى أساسها بدأت تنزل الفروع. جيد، احنا قمنا بمذهب الأحناف اللي من هذا، يعني معنا يعني نوعا ما نص حنبلي، يعني نص حنبلي نص مدرن. المهم، فاحنا تكلمنا فروع كثيرة، صح؟
بالذات في قصة ماذا يحدث؟ معقولة في خطط؟ هل في مؤامرة؟ طيب كيف الغرب ضدنا؟ لا معنا. هل الربيع العربي مؤامرة أو فعلا مثلا أمر يعني عفوي وهي إرادة شعوب؟ وأن بوعزيزي اللي أمه الآن مش قادرة تعيش في تونس، اللي شعل في كندا لاجئة هناك، لاجئة في كندا طبعا بعد ما ابنها حرر العرب، مش قادرة تعيش هي في تونس، لاجئة في كندا. المهم فخلنا نقرأ عليك بس فقرة على مذهب الأحناف. مش الكتاب الأخضر هذا سيد الفصل الرابع من الكتاب الأخضر. لا لا نعلن عليه في قناة الشاهد يعني. شوف خلنا نقرأ عليك مسألة وثيقة مهمة جدا هذه. بس حاجة يعني مش دوري كذا، نبي ناس تبحث ويطلعوها هم بعدين، خلي بشافوا أن أحيانا جهلنا هو السبب عدم القدرة والتمكن. يعني مدام هي موجودة عندي معناتها أكيد أي واحد يقدر يجيبها، هذه أتأكد منها. مثلا خلنا نقرأ لك الآن نقلة، يلا ننقل حرفيا، أفتح القوس حتفاجئك الفقرة هذه. بدأت لما أقول لك من كتبها وفي أي دولة هذه، أي إدارة معتمدة السياسة هذه، وفي أي سنة. إصلاح القومية العربية العلمانية وتعزيزها سيكونان جهدا عقيما وخطأ استراتيجيا، جهدا عقيما وخطأ استراتيجيا كبيرا. قبل سنوات تعلم الغرب بأن مقاومة المد الأصولي في إيران، مدخلينهم الأصولية كلها يعني السنة والله الشيعة يعتبروا كلها أصولية، لأن هذه هي التناقض حضاري مع الفكرة الغربية أصلا، سواء كنا سنة ولا شيعة، من خلال ركز هذه، من خلال احتضان، يقصدوا على العراق بذاتهم، من خلال احتضان القومية العربية العلمانية في العراق، كان خطوة خطرة وخطأ متفجرا، والدرس نفسه يجب أن يطبق على سوريا. وتضيف الوثيقة أيضا، من مصلحة كل من إسرائيل والغرب، أنت مغرم بإسرائيل فاجبنا لك اليوم، بتورطنا أنت، والغرب، تسريع زوال القومية العربية العلمانية. خلنا نعيد عليك هذا، متأكد أن العرب أول مرة يسمعوا الكلام. هو من مصلحة كل من إسرائيل والغرب تسريع زوال القومية العربية العلمانية، إنها تتأرجح بالفعل الآن على شفير الانهيار، لكنها قد تكون خطرة في لحظاتها الأخيرة، ولذا لا يجب اعتبارها حليفا في غرفة الانتظار. هذه يا سيدي من إبداعات عمك أمير الظلام المعروف في العالم كله ريتشارد بيرل، مدير التخطيط السياسي في البنتاغون. هذا مش كلام انت واحد كاتب صحفي، هذا لو قايلها عربي اصدق، لكن ريتشارد بيرل اللي هو يسموه ذا برنس اوف داركنس، امير الظلام. وشوف هذه قصه اللي يقولوا ما فيش مؤامره، يسمى في بلده هناك وفي الغرب لان اكبر متآمر، فمسمينه ريتشارد بيرل. طبعا هو امريكي بس هو من اكبر الصهاينه في العالم، يعني صهيوني قح معروف. جيد، هذه كيش قصتها؟ هذه هم وثيقتين، الأولى وضعت في 96، وهنا بنجرك لقصة أكبر كارثة ارتكبها حزب البعث في تاريخ الأمة العربية، هو احتلاله للكويت، دمر القوم. هذه هي كتبت بعد القصة هذه، بعد ما دفعوه أن يجتاح الكويت، ثم بدأ الفيلم يشتغل علينا لعند الآن، لأن هي من سنة 91، وكل الصراع إلى عند الآن لربيع عربي، لربيع بطيخ خوده من الأخير، واللي مش عاجبه يعني ياخذ له مانجا، يعني يمشي المصدر يشرب مانجا يتكيف بها هناك. فرغلي. نعم نعم نعم، القصة بالطريقة هذه. من 91 هي وراثة الوضع الذي نشأ على العراق، وكان لابد أن يدفع بحزب البعث، أنا مش عاوز نقول العراق يتحمل المسؤولية، هو حزب البعث، حزب البعث العراقي يتحمل مسؤولية وكارثة غير عادية باجتياح دولة عربية مسلمة ظلما وعدوانا نتيجة تغرير وتوجيهات غربية ظنها أن هي المسألة صح. لعلمك أكثر من 4 أو 5 دول شاركت في العملية دي، في زراعة هذه المسألة في عقل صدام حسين وحزب البعث. الأمريكان والفرنسيين والبريطانيين كانوا دائما ماشيين جايين وأعضاء في البرلمانات تبعهم، حتى أقنعوا صدام حسين بشكل جهنمية أن يقوم بهذه الخطوة. وآخرها كانت اللي هي السفيرة هناك اللي موجودة، اللي هي جلاسبي أبريل، لما في آخر قد أعطاها الضي الأخضر، بمعنى أن أوكي إحنا مش معنيين بالأمر هذا، أمر شن همكم العرب كذا. أول ما تورط في القصة بدأت المسيرة تأتي. جيد،
هذه هي بداية النقطة. ودائما هنا نعيد نكرر أحداث يصنعها العرب سواء إرهابيين أو أحزاب قومية أو غيرها أو إخوان مسلمين ويصور نفسهم هم سادة المنطقة، ولكن هناك من يدير الموضوع وبعدين يعني يرمي بهم في قارعة الطريق. برافو. مش عاوز نقول زبالة، ويبدأ برافو. هو يدير في الأمر منذ اجتاح حزب البعث دولة الكويت، وللأسف انقسم العرب حولها بشكل رهيب جدا، وبدأ الكذا بعض الناس أيدوا قال لك والله ما شاء الله صح، وفرحوا بالقصة وصورها يعني مسألة بهذه الطريقة. يعني أنت عندك حكم سلطة هنا موجودة 400 سنة عمرها، العائلة اللي تحكم 400 سنة، فالشعب هو كان بيزيلها شعبها يعني. طيب الشعب راضي فرحان بآل الصباح، أنت إيش دخلت في النص؟ بس انقسمت الناس، قسمت أن تحرير القدس يبدأ من خلال الكويت. أيوة، حوكة العرب. وأنت انتبه لجغرافيا الكويت، هذه مدخل الخليج العربي، انتبه للنقطة هذه بس، يتورط فيها حزب قومي وخليك أنه هو دخل وقتل واجتاح عرب مسلمين. هذه نقطة مهمة جدا، لازم هذا التاريخ يدرس بالطريقة هدية، لأنه قاعد يتكرر بنفس المشهد. نعم. بأحزاب وبأشكال أخرى. نعم. تميل إلى ممارسة العنف بشكل همجي على منطق أبو جهل وعنتر بن شداد وسيفي كان في الهجاء. كتبها ريتشارد بيرن هالمقول قبل غزو الكويت؟ لا، هذه بعدها. هذه يا سيدي وضع لما بدأ العالم طايب قدامهم، سقط الاتحاد السوفيتي، غيروا المنطقة العربية بدفع حزب البعث لاجتياح الكويت. ففي 96 تشكلت لجنة، 96 شوف التكتيكة في عهد كلينتون. طيب تشكلت لجنة برئاسة ريتشارد بيرل ودوغلاس فيت، هذو اثنين هم من أعداء العرب المسلمين، ومعهم السيرية موجودة عندي كل الأسماء. فاللجنة، خلينا نجيب لك اسم هنا من الكتاب الأخضر الفصل الرابع، هو أفكارنا مش بعيدة شوية يعني على أفكار اللي قداش المبين تأثرنا به كلنا وغير ما نشعره. ريتشارد، لا القذافي نحكي، ما الكتاب الأخضر قلت لك فصل الرابع الآن. حتنتقد على جايبك الكتاب الأخضر. يا سيدي شوف، اسمها كانت هي كانت لجنة مساعدة إسرائيل على بلورة وتطوير الفكرة الجديدة للصهيونية. جيد، التقرير اللي أنجزاته كتب تحت اسم هذه استراتيجية الموجودة اللي تطبق قاعدة لعنات تتطور، اسمها الانقطاع الواضح، استراتيجية جديدة لضمان المنطقة. عنوان هكذا الشغل دار ريتشارد بير مع دوغلاس فيت، اثنين معروفين يعني أعلام في العالم، يعني حتى ناس كثيرة أمريكان تنتقد فيهم من شدة تطرفهم في هذه المسألة. وعد هادو مهندسين الآن اللي يحدث من 96 كلام هذا. فهذه الوثيقة الأولى خرجت بهذه الطريقة، وكان بتعاون مع نتنياهو طبعا، لأن هم عاوزين يعرفوا أن إعادة الترتيب تبدأ من هناك بالتعاون مع مثلا إسرائيل وكذا. كيف يتم؟ شوف اسمها أنت، اسمها الانقطاع الواضح. طبعا مش عاوز نضيع لك وقت، هي استراتيجية في غاية الدهاء، تعتمد على 5-6 محاور. الانقطاع الواضح بمعنى انتقدوا فيها، تصور يقولوا في الوثيقة المصطلحات تخمينها، يقولوا إسرائيل العمالية. ليش إسرائيل العمالية؟ اللي هو شيمون بريز، أن الفكر العمالي اليساري الإسرائيلي 70 سنة قال لك من وجوده في إسرائيل وتأثيره أثر خطأ وأضعف إسرائيل وأفقدها المبادرة الاستراتيجية. إسرائيل ليش تكون قوية وتعتمد على الصهيونية اليمينية من طرفها؟ فكان انتقاد حتى داخل الوضع الإسرائيلي نفسه، وخاصة أفكار شيمون بريز في فكرة الشرق الأوسط ذكرها، قال هذا كلام ما يساعدناش، والسلام الشامل مرفوض. هذا الكلام في 96 كتب كله بزعامة هذا الشخص. لاحظ كل الأسماء هذه اللي موجودة، أول ما استولى جورج دبليو بوش، ما هو صار تزوير في الانتخابات يعني الأمريكية، تعرف القصة، محكمة وأفلام، أول مرة في تاريخ أمريكا. المهم جابوه من قصة، قالوا ولا مسيحي جديد كذا، كان حياته فيها عربدة رهيبة. وضع رئيس لأمريكا، ثم الأشخاص اللي في اللجنة هذه كلهم تاع ريتشارد بير كلهم تولوا مناصب في إدارة جورج دبليو بوش، بين منصب رسمي أو مستشار في وزارة خارجية، وزارة الدفاع كذا، كلهم تصور اللي أعدوا الأمور هذه، اللي هم المحافظين الجدد. جيد، وعلى رأسهم ريتشارد بير اللي هو تولى إيش، مدير إدارة التخطيط، مش في ماكدونالدز، في البنتاغون، مدير إدارة التخطيط. بعدها بسنتين عملوا وثيقة تانية بالاشتراك بين معهد معروف في أمريكا دراسات متقدمة، عنده فرع في واشنطن وفرع تاني في إسرائيل في تل أبيب،
أنتش كذا اللي قرأت لك منها الفقرة الرهيبة هذه متاع إسقاط العلمانية العربية كذا القصة هذه. وعم أقول لك ليش قلتها، لأن الناس بتقوش الكلام هذا. أنا قلت لك كلام أمريكان، أنت الآن اللي باحث والله عندك قصة قعمزوا اجلسوا سيب الفيسبوك والكلام الفارغ هذا اللي تشتعل فيه والتويتر واجلسوا أبحث تعلم. نحكي للمواطنين اللي يسمعوا فينا الآن، يعني بدل القصة والألعاب والجيمز هذه إذا بتحكي في السياسة قعمز، إحنا نقول في ليبيا أتني ركابك، اجلس وتعلم وابحث حتى تعرف تتكلم صح. اما هذه الاجيال الجديده بتاع الربيع العربي هذه مش مقتنع بها بصراحه، اقول لك من الاخير يعني خذ تصريح هيك رسمي، هذه هي صناعه الشعوب اللي اقصد لك انا، هذا ما مشيش معي يعني ولا نقبله ولا معترف به اصلا صراحه. يعني بتكون عربي عندك وطنيه عندك انتماء لبلدك لازم تمشي بالطريق الصح. اما هذه الاجيال اللي هي ما هكذا مخلوقات غريبه بصراحه يعني مهجنه، ما فيسبوك يطلعها من الشارع، فيسبوك يردها من الشارع، مش عارف ايه كلام مش مقبول ابدا. تبي تتعلم وبتحكي معنا في السياسة بتكلم مستقبل المنطقة العربية وبتحكي عن صراعات وحروب ولا وعاوز تحكم مسيب الورشة الميكانيكي والخباز وعاوز تكون وزير وكذا، تعلم وأقرأ وخذ الأمور هدية بشكلها الصحيح. حلو جيد كلام. لما مسك ريتشارد بيرل القصة وبعدين جاي الفيلم الثاني بتاع القاعدة هذه 2001 اللي ضربوا الأبراج وكذا في سنتين هم يخططوا، مع أن كثيرهم كانوا موجودين في الأسماء يعني تصوروا فيه منهم تابعون التقرير حتى اللي في أندونيسيا، مروان الشحي مسكوه في المطار بعدين جت أوامر قال ما طلقوه، قصة رهيبة يعني الأشخاص هؤلاء اللي يعني بأسمائهم معروفين عندهم سنين، وبعدين كله قال لك لا والله التقرير هذا كان عند الإف بي آي ما مشاش للسي آي، لا هذا قاعد عند السي آي ما ردوش للإف بي آي، المهم وكأنه يحكوا على لبنان الشعبية. اللي حصل في 1 نوفمبر 2002 ريتشارد بير وهو في المنصب الرسمي الآن، مش مجرد اللي كان يعد، هذا أمير الظلام Prince of Darkness، عقد أخطر اجتماع يتعلق ممكن بمصير المنطقة العربية، أسوأ وأخطر لا يضهيه إلا سايكس بيكو. طبعا مش عارف كم عربي ولا كم مسؤول سمع بينا ولا حتى كم مخابرات عربية بصراحة بالقصة دي، اجتماع رسمي وهو مدير إدارة وعقد رسميا تحت شرفه هو ومعاه دوغلاس فيت نفس الشيء هما الاثنين في 1 نوفمبر 2002. عرضت فيه محورين فقط رئيسية من ضمنها الخرائط متاع الوطن العربي والتقسيمات، شكل الأردن مش عارف ايه، العراق شنو يكون في وضع المملكة، شمال افريقيا، مرعب رسميا بإشراف مدير إدارة التخطيط السياسي في البنتاغون. ما قلت لكش الصحفي وتقول لي كاتب كذا في 1 نوفمبر، لدرجة أن خبراء كبار أمريكان محللين سياسيين هاجموه بطريقة مش ممكن تصورها أنت. لما تسربت منا بعض الأمور، هذا الندوة التي صارت لدراسة كيف تتعامل أمريكا مع المنطقة في تهيئتها للغزو والرد على اللي هم يقولوا الإرهاب، وكل نفس القصة نرجع لك الإرهاب الإرهاب الإرهاب. جالس حاط لي خرائط مجمعها لي 10 سنين يدرس فيها ومرتبها من ضمن هالكلام هذا، ها ويبي يرتب المنطقة بعد ما استغلوا فرصة القاعدة اللي بتحرر العالم من أمريكا من أفغانستان. بس أضيف نقطة أن ريتشارد بيرن في هذا الاجتماع اعتمد مخططة على تقسيم العرقي والقبائل كل ما يخطر في بالك ذكر، وضع هذا البرنسبل وبدأ يدخل في عالم تقسيمه وفق الطوائف، وهذا اللي قاعد نشوفه هنا. أسف على المقاطعة بس أضيف النقطة. لا هو كلام صح هذا إيه. ليش أنا الآن جبت، أنا قلت لك درنا زي الأحناف، إحنا بدينا بالفروع حلقة أمس واللي قبلها والناس دايخة لا كلام مش صحيح لا مبالغة لا مش مبالغة. الآن جبت لك الأصل وبنية الخطة على أيوة، جبت لك الأصل رسمي بالأسماء بالتسلسل بكل وضوح وبالتواريخ، وقلنا لك فقرة. خليني ردك الفقرة، هي نجي لي قصة الإخوان المسلمين. هذه هي بداية فكرة استخدام التيار الإسلامي بديل للتيارات القومية وكذا في إعادة ترتيب المنطقة. نعم. قرأتها لك يا سيدي، شفتها؟ نعم. عندي زاغر بس قال لي خليت الناس لين تشكك واللي زايد وكذا، الآن نعطيه الضربة القاضية هي السلفر تو الآن خلي يشكك في كلامي، خلي يعيدها مرة ثانية سمحني، مش يفهموا الناس أن احنا مش قاعدين هنا نهيس ولا نقول إخوان مسلمين إخوان مسلمين، أنت إخوان مسلمين مشكلتك هذه، لكن أنت الآن جزء من واحد يخطط لك وأنت ما تعرف تجاهل، لأن أمريكا ما تصرف عليك مجانا، بدأت لما وصل مرسي للسلطة. لا عند الآن أسئلة لأوباما، أموال منفقت ما فيش عليها رد بالإدارة الأمريكية، صحيح الكونغرس طلبها لعند الآن، أنفقت في مصر فترة انتخابات تصور من ضمنها مثلا جزء اللي هو 50 مليون، ما فيش إجابة بالإدارة الأمريكية، وهؤلاء الناس هم الذين يوزعون التهمات العمالة لكل العرب. تأكيد 8 مليار، ده عرفت 8 مليار في قز المشروع كله في فترة الانتخابات أنفق 50 مليار تحديدا في مصر، غير مشروع 8 مليار.
ففي عليها أسئلة دقيقة، مش عارف إيه، لا روجنا للديمقراطية، ما فيش إجابة واضحة إلى عند الآن، هي ساهمت في إيصال الإخوان المسلمين للسلطة. وحتى ملف التمويل الأمريكي أثناء اللي يسميه الثورة الربيع العربي في مصر، حد الآن المصريين نفسهم ما استكملوا هذا الملف، هناك ضغوط لإيقاف هذا الملف. طبعاً إيه، كان أحكي لك قصص أعرفها أنا، في أشياء مرة يعني مبالغ رهيبة، وفي منها وقفتها السلطات المصرية حتى في تلك الفترة، أجهزة أمن حتى في عهد مرسي كانت شغالة يعني، وفي واحدة رشوها لدولة عربية يعني، وفي واحدة عرفها القصة تبعها كويس يعني، ومن الأشخاص اللي مغريين يعني عندي علاقة، وقفوها وردوها للدولة نفسها يعني، مؤسسة لا تاريخ لها أبداً، NGO عاملينها كلهم متدينين، فجأة ينزل فيها مبلغ حوالي بتاع 50 ولا 80 مليون دولار، تصور. فطبعا انتبهت لها السلطات، فعرفوا المصدر قال دولة عربية معينة، فكلموهم ايش الاموال هذه؟ والله هذه لدعم الكذا والمجتمع المدني، بس قال لهم كيف مجتمع مدني يعني بالطريقة هذه؟ مؤسسة انشئت اشهر لها، هذه يعني مبلغ هذا يعطى الى مؤسسة عملاقة عمرها 100 سنة ممكن، عرفت، وتكون موجودة في الغرب وعندها انجازات والسي في تبعها هكذا، ما تعطي لي مؤسسة كذا، هذا واضح انه عمل محد. هذا مثال بسيط جبت لك من عشرات الامثلة في قصة صناعة الشعوب، ليس الآن صناعة التنظيمات كذا. خلي بنقرا دي ما شافهم الناس، أمتى بدأ التخطيط في إعادة النخب الحاكمة، كيف يتدخل الغرب وكيف يخطط، وبعدين تأتيك سياسات، وشوف الدهاء في استدراج المنطقة وفي التهدئة والكذا. خلي بنقرأها ثانية، نبي كل واحد يحفظها عربي كل يوم يقرأها الصبح، بدل ما يقرأ في قصص حسن البنا يقرأ الكلام هو. إصلاح القومية العربية العلمانية وتعزيزها سيكونان جهدا عقيما وخطأ استراتيجيا كبيرا. نعم. قبل سنوات تعلم الغرب بأن مقاومة المد الأصولي، لاحظ أن اللي هي فكرة سابقة أن الأصولية أفضل من وجهها هي القوميات العربية والعلمانية وكذا كذا، الغرب تخلى عن هذا الكلام، وهذا كلام أكبر متطرفين غربيين بيقولوا أن إذن الأصولية لا تحارب بالفكر الجماعات هذه القومية ولا العلمانية ولا كذا، اللي الآن الإسلاميين ولا المتأسلمين كل ما يلقوا شخص غير متفق معاه يقول لك هداي عميل للغرب، علماني عميل للغرب، قومي عميل للغرب، صح ولا؟ الان ثبت من هو العميل للغرب. وكيف ترد، وقف عند النقطه، وكيف ترد على بعض الدول العربيه التي حاربت تيار الاخوان المسلمين وترجع تعتبره حليفا جديدا لمقاومه بعض الاطماع السياسيه التافهه في المنطقه؟ هل نحن اغبياء؟ هل نحن عملاء لهذا المخطط؟ شوف، هذه دائما لها 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 مسألتين او لها اثنين عوامل يساهموا فيها المسألة اللي ذكرتها حضرتك. الاول هو شياطين الانس اللي في الغرب مش في الدول العربية، في الغرب ايه، مثلا جون كيري او غيره يعني، يعني انا لوح لك صواريخ وانت وجهها وين انت عاوز. فايش يعملوا؟ يبقى يوحي لأطراف معينة أو مسؤولين عرب أو كذا، بيش يقنعوهم بالتقارب بين طرف وطرف. ساهموا كثير في المسألة هذه، حتى تربية العلاقة بين تركيا والإسلاميين الآن، مش صدفة أن تركيا أصبحت هي الحاضنة لكل الجماعات التي هي الإخوانجية من أفغانستان إلى عند أمريكا، كلها هناك كذا عرب علي عجم علي مش عارف، كلها في موجود تركيا. ما ظناش أن مسألة يعني حدثت في هذه قبل الربيع العربي موجودة يعني، جيد. فلما نقول لك أن الجزء الأول فيها أنك أنت بيأتيك أطراف حليفة ليك غربية، تبدأ دائما تطرح لك بشكل منطقي وجميل جدا سلس، زي ما قلت لك، شوف انت لدرجة دفع حزب البعث انه يجتاح دولة عربية مسلمة ظلما وعدوانا، وبعدين يدفع الثمن باهظ الى عند اليوم الان قاعدين ندفع فيه بالله عليك، تصور الى عند اليوم هذا الان، لا مستقبل بعد. ايوه، هذا مش فاهم خطورة الشعارات، ولما يكون مرات الانسان يعني مش فاهم ايش هو قاعد يتصرف، وهي سبحان الله كلها موجودة في لو نفهم ديننا بالطريقة الصح، مش بطرق الشعوذة والهلوسة والبزنس وعلماء الفيسبوك الآن جدد طالعين، ودي الجدد انت شفت حتى العلماء الآن خايلينهم بصورة جديدة، الآن انت عندك علماء ما تفرقش بينه وبين مايكل جاكسون، صحيح، الموجودين فنانين ودروحة والشباب واللي منحي الغطرة واللي عامل لي كذا اتس اوكي، لكن يعني تقارير انا في ليبيا مثلا ما لبس هذا لبسنا هكذا في ليبيا طول عمرنا، صح، لكن انت من دوله معروفه دائما تقاليدها وبيتها لازم ترعاها، ودا يعفوهم كويس اكثر مني في الفقه، زي لما بدي روحك شبابي يعني انت البس فرعه وخلاص ريحنا من القصه مره واحده واطلع اعطينا درس، يعني بنوضح لك في مره دقيقه ليست عبثا. هذه المجموعه طارحه نفسها ان هي البديل مثلا للعلماء التقليديين اللي يشتم فيهم الغرب او بعض التانيين، مثلا زي علماء نقوله في المملكه اللي هم مثلا يمثلوا المؤسسه الرسميه من ايام الشيخ بن باز والله العتيمين رحمه الله عليهم ولا كل علماء هؤلاء والشيخ عفيفي وغيره،
وهيئة كبار العلماء، المهم اللي هي علماء الدعوة، جيد، في جهود كبيرة لإزاحتهم المشهد. صحيح جدا جدا. من البديل لهم العلماء بتاع تلقاه لابس جينز يدور لي في لندن وشعب شيء ويحكي يبيع في الناس في سوريا، هذه صورهم كلها موجودة، نوع يطلع مدريهم برامج تلفزيونية يمشوا مع بعض مدريهم زردة ويشووا ويعمل ياك كده منظر رهيب. شيوخ الإخوان المسلمين، هو الإخوان المسلمين، هو سيد قطب وحسن البنا، أخذ من النهاية، هو الآن زعيمهم هو الشيخ قرضاوي. نعم جيد، نعم. كل مرجحهم هناك يقول لك القرضاوي قال، القرضاوي راح، القرضاوي جاء، قصة دي اللي أفتى باغتيار رئيس دولة، هذه ذكرتني فيها بنقولها النقطة دي. احنا قلت لك الجلسة الأخيرة خلوها يعني دردشة نديروا زيهم مثلا وياك يعني. خرج على قناة الجزيرة الشيخ قرضاوي صح في الربيع العربي هذا اللي حسب ما قريناه الآن بان حقيقته، وأفتى باغتيار رئيس دولة اللي هو عمر قدافي لايف على التلفزيون، وكذا ومن يقتله حتى انت. طيب أريد أقول سؤال هنا، عندي سؤال بس. طيب الآن بيجي واحد من دولة أخرى، لأن خلاص في شيخ قدوة لنا، شيخ يا سيدي الآن احنا بنتبع شيخ قرضاوي هو القدوة، إذا انتبث لدينا وفق علم وفقه الشيخ. وعلى فكرة أخوان المسلمين انتبه اللي قلتها لك، لما يحتاجوا للعنف يمارسوه، وقاحة لم تصدر في التاريخ أن يخرج شخص على محطة تنتمي لدولة معينة ويصدر فتوى دينية مش قرار سياسي أو رأي باغتيار رئيس دولة. والله أنا غلط في الكلام، هو ممتاز. طيب الآن يا شيخ القرضاوي أنا الآن زعلان ومتضايق كذا، نبي اغتيار رئيس دولة آخر ممكن موالي ليك، تمنعني؟ لأن ثبت أن الأمر جائز صح، باعتبار أنك أنت خرجت وأفتيت بقتل رئيس دولة واعتبرتها جهاد وكذا. واحد تاني بيخرج بيقولك والله أنا مثلا اغتال رئيس الدولة إكس، زعيم عربي كذا متضايق معاه يبي يقتل يغتاله، بتأتيه بتقول له حرام، على أي أساس؟ بتأتيه بتقول له لا يجوز شرعا، على أي أساس؟ ما هي الأصول استردت إليها؟ بتقول له هذا فعل الخوارج، إذا أنت أبو الخوارج، أنت على التلفزيون حررت الشباب على القتل اغتيال، ولا أنا مختفي الكلام هذا. صحيح صحيح. أنت النقطة الحلوة أن الدول الغربية مشت الموضوع، أنا حكيت معهم شخصية مسلين مسحت بكرامتهم الأرض، عم أخذنا أقولك أنت مازال ما تعرفينش كويس، مسحت بهم الأرض، تعرف معناها أكثر من دولة، ولا واحد قاعد يرد، لأن شغلتنا مكافحة الإرهاب جزء من عمل المؤسسة طبعا موجودة. أن حلوا لي قصة القرضاوي بس نبي نفهمها كيف، مش نحاربوا الآن في الإرهابيين واللي يفتوا والاغتيالات وكل من يشرع في العنف بهذه الطريقة، وأن العنف هذا حق. شوف يا أبو أحمد، مش ننهي الموضوع في القصة دي، تعرف لا بد أن نقتنع جميعا مهما كانت الظروف. أنا بنعيد صياغة الفكر السلفي بفكرة مدير إنك بتاع قهوة وشاهي وآيس كريم وحاجات زي دي، يعني أن نعترف جميعا بأن استخدام العنف هو حكر على الدولة، لابد من هذه أن تجمع جميع، وكل من يخرج على هذا الأمر لا يسمح له لا في الإعلام ولا تتبناه دولة ولا يطلعوه في تلفزيون ولا كذا، أن العنف هو مسألة حصرية وحكرا على الدولة فقط، اللي هي عن طريق الجيش والشرطة والأمن، لأن الدولة مسؤولة على هذا الأمر. لازم تجمع كل الدول العربية ولا يسمحوا لأي شخص ويعتبروا أن هذه بداية الإرهاب مهما كانت الظروف. هذا التحدي اللي واجه المسؤولين العرب الصراحة والحكام كلهم والجهات والوزارات الإعلام وغيرها، أن لابد نبدأ نضع قواعد هكذا، مثل العلماء في كل لما تأتيهم مصيبة اللي يسموها النازلة، أنك أنت يأتيك شيء غير مسبوق في السابق، هذه النوازل بالمعنى الفقهي الإسلامي نبي نشوفوا لها حل. ما بنقعد عندنا مقيد بتقول لا لأنه قد يلزمني بستين داهية، روح ستين داهية على علاقتي بينا أصلا، لكن بنقول لك إذا اكتشفنا من الدراسة والتحليل والتجربة أن يبقى في إجماع عند العلماء، علماء الدين اللي هم أصحاب الفتوى، والدول العربية اللي هي في النهاية تقدر تسيطر على المنابر الإعلامية بصورة أو بأخرى حتى بالقانون، كل من يحاول أو يروج أو يستخدم لاستخدام العنف خارج سلطة الدولة يعامل معاملة الخارجي أو المجرم أو يشوفوا له أي حل، مو تعتبر جريمة، فتحتكر الدولة استخدام العنف. مش نطلع من قصة القرضاوي، أمس أنت كنت عند القدافي في الخيمة، ما شفنا كنا هناك وكذا ويبشر به أصلا جالس معاه، لما تغيرت الظروف غدر به وأفتى بقتله. شوف التطرف، سبحان الله، القدافي كان حلو وتزور فيه في الخيمة، والأخ معمر والأخ العقيد، نقول لك حاجة الآن سر، قول
هذه حلوة ده. أنا تعجبني أسرارك. حنعطيك أسرار رهيبة اليوم. أنا أبسمع اليوم. أنا اليوم أنا قررت هيك نبي نعيد، لأن ليبيا شوهت جيد. أنا حنعيد صياغتها للناس، وهي بدأت من الخليج العربي جيد، لأن الأستاذ شلقم صديقي خرج هو في الأمم المتحدة وقال لي أمم المتحدة أرجوكم انقذوا ليبيا. فأنا الآن بنقول يا أخواننا في الخليج العربي، يا مسلمين يا عرب، أرجوكم انقذوا ليبيا، ما تتركوهاش. أنتوا شاركتوا ودخلتوا، لازم واجب. صح. أهم الكويت هنا، هذه الأرض الطيبة، أهل الخير، لازم الواجب على دول الخليج العربي، حتى في دول ما يعني ما دخل، لكن لابد، لأن هذه أنت عارفها مهد العروبة والإسلام. نعم. هذه لو ضاعت المنطقة دي لا سمح الله ضاعت المنطقة كلها، خلاص انتهت القصة. فلذلك تأسيا بالأستاذ شلقم، بس مش في الأمم المتحدة، يعني هنا في الكويت نقول أرجوكم يا أهلنا في الخليج انقذوا ليبيا. يعني كيف لابد تأتوا بحل، تعمل تجلس مجلس دول تعاون خليجي، تعمل مؤتمر خاص لزعماء الخليج العربي الستة دول، ويقروا بالضغط يوحدوا سياستهم كيف نتعامل مع ليبيا، لأن ليبيا في 60 داهية رايح موضوع كانت تركناهم لهؤلاء المجرمين. حلو. حتى ودول، فخلينا نكمل لك السر اللي بنقولك عليه. اللي بسمع. فأنت تعرف كان في فترة المراجعات اللي يتبنها سيف الإسلام فرج الله كربه ابن العقيد معمر القداهي، للتعامل مع المساجين وإخراجهم من السجن وكذا كذا، وعلى رأسها كانت جماعة إسلامية المقاتلة. المهم بدأ الشباب في كتابة الكتاب، هناك درسوه كذا، يعني بحيث أن يخرجوا كتاب يعطي المفهوم الجديد للرؤية، وأن يراجعوا ما تم مثلا الاعتراف أو الاقتناع بأنه خطأ، وذكروا فيه مسائل متعلقة بالتكفير، مسائل بكذا، مسائل خروج على الحاكم، قضية النهي المعروف والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وهذه المسائل كلها. ففي علماء أو شيوخ حتى يكون فيه تأثير الكتاب، كتبوا تزكيات لهذا الكتاب من المملكة ومن الخليج هنا ومن المغرب كتبوا، فعرض على الشيخ القرضاوي صاحب فتوى القتل هذا، عرض عليه أن يكتب أيضا تزكية، مش تساهم يعني، حتى أنا كشخص وانت جاي وزاير القذافي هناك ورحت له في الخيمة والأخ العقيد والأخ العقيد، رفض. تعرف ليش رفض؟ لأن الشباب اللي في السجن رفضوا يستدلوا بكتبه، هو أرسل كتبه عن طريق علي الصلابي، أرسلها للسجن للسجن المسلم هناك، بحيث أن تساهم في البال في المراجعة كذا. مهم الشباب كذا، عندنا هنا شباب يعني التكوين الأصلي تبعهم حتى جماعة هو يعني أقرب المفهوم السلفي يعني في الثمانينات من زمان، فعندهم تحفظات منهجية في معنى الاستدلال. المهم فقرروا أنهم ما يبوش يستخدموا كلام الشيخ القرضاوي صاحب فتوى القتل على الهواء مباشرة، ما بو يستخدموها في المراجعة، ولذلك تقرأ الكتاب بالكامل ما فيش أي نقل على الشيخ القرضاوي، رفضوا أن كذا، كل كتاب ابن تيمية ابن القيم مش عارف شنية كذا. فلما جاءت قصة تزكية رفض أنه هو يزكي الكتاب، يعني لأن اسمه مش موجود مثلا، ما فيش القصة. فمش عارف، كأنه هي منهج حتى الدعوة، والله الدعوة الخير لازم يكون مربوط بالاسم ولا زي البراند، يعني أنا فهمت شو هو الشيخ القرضاوي ولا مثلا جوتشي وبرادا بجديات، يعني اتس براندنج، ماركه القرضاوي، هي يعني مثل البراند ماركه الاخوان المسلمين. ايوه، حتى مش انا هذا اللي يهمني، تعرف الناس اللي يخطب واحد ويعيط لي للصبح، انا بكي سبحان الله، يعني اصبح عندي وضع مختلف جدا، ما يعيط للصباح الشعرات والبكاء ونحن وكذا، بعدين سبحان الله يتغير وضع السياسي نلقاه داخل في دوامه اخرى، هذا ما عاش ينفعني. انا اللي يهمني الواقع العملي، انت ايش تفعل، وهل عندك في عمليه استمراريه صح، وهل انت تستجيب للواقع. انسان يغير رايه، احنا ما انبياء، هو القران الكريم سبحان الله فيه الناسخ والمنسوخ، القران الكريم كلام رب العالمين الوحي فيه الناسخ والمنسوخ. لا اعوذ بالله، يعني لا اي ناسخ منسوخ في القران، احكي لك القران النسخ في القران الكريم، ان الايه التي تنسخ نسخت في القران الكريم، وفي ايات يعني اثبتت قراءه ولكنها نسخت حكما، هذا علم موجود من اصول السنه. بالمعنى نقول لك ايش، المسلم لو يقرا يفهم دينه صح، وكيف التركيبه انت علم الحديث والقران الكريم والاصول، حيجدها ادوات التعامل مع الحياه لعلمك، حتى في السياسه. صحيح. حتى شدها يشكل لك عقليه في غايه المرونه، عكس ما يحاول يظهروها هؤلاء المجرمين. عشان نستفيد من الوقت، نروح للقرضاوي. القرضاوي والسر اللي قلته، على اساس انا ودي اطلع محاور وايد، الوقت قاعد يمر بسرعه. لا فبقول لك، انا بثبت بس القضيه، ان القضيه ليست قضيه منهج ثابت، هذه هي مسألة ظرفية، مثل ما يتعامل مدير الشركة مع الحالة اللي أمامه.
أو مثلا مدرب كرة القدم مع اللاعبين وكيف الوضع خاسرين الماتش لا رابحين الماتش عارف كيف لا غير لاعب يعني ما فيش أصول زي ما ذكرت لك مذهب أهل السنة الفقهية مثلا حنبلي أو شافعي أو كذا لا القصة يعني بدليل زي ما ذكرت لك أخطر حاجة عندنا هي فتوى القتل نعم. هذه والناس نبي ردها الآن فات عليها 6 سنوات عاوزين وهذا يأكد لك أن الإخوان المسلمين يفرضوا في منهجية على الحوار لما ننتقدوهم يتصور أنا ما يقبلهاش وهي طبيعتي وهذا على قول هذا من إبداع الإسرائيليين على فكرة ما فيش ناس في العالم أبدع وأخطر من الإسرائيليين في الحوار والمفاوضات. سؤال بوجه لك من خلال النقد خلال الحلقات قال أتحداكم أن تثبتوا للأسف من بعث هذا السؤال هم الإخوان المسلمين في المملكة العربية السعودية اللي أسمعت إن لهم بدأت تستغرب أن تأتيني هذه الملاحظة من السعودية. سؤال ما علاقة الإخوان المسلمين بإسرائيل؟ بإسرائيل؟ إيه بالسياسة الإسرائيلية هل هناك علاقة بين الإخوان وإسرائيل؟ هم دائماً رايحين بيت المقدس وأنا ما عمري شفتهم راحوا بيت المقدس راحوا على ليبيا وراحوا على طول مفيش اي عارفه رايحين بالملايين على اسرائيل وكذا يطلع فينا تاني والاتفاقيه بتاع سيناء اصلا لما مرسي كان في السلطه ايوه هي عمليه على كذا وضمها لغزه فيلم اسود كان موجود صراحه بدل ما يروحوا القدس راحوا ليبيا وراحوا سوريا اي نعم وراح النقطه اللي بنقولها بس انا ذكرت لك الان فكره ايش انك انت مش بالضروري احيانا تكون طرف بمعنى أنه هو جابك هذه فكرة قديمة أنه بيجيبك في الموساد هناك بيحطك في مصنع مثل لبيب بعدين تطلع أخوان مش هذا كلام قديم يعني بتاع أفلام الأربعينات جيد حلو القصة أنك أنت هو من خلال منهجك وتفكيرك وطريقتك اللي ماشي بها هو يوفر لك جميع وسائل الراحة حتى بنعطيك مثال أنا أتحدى هذا اللي من السعودية أنه يقول لي من أول مسجد الإخوان المسلمين أنشأ في أوروبا مسجد ميونخ من اللي أسسه جيبوا لي هذا هنا اللي قال لكم تاع المملكه السعوديه الاخواني تو نوريك في شكل القصه نخش في المضبوط تو من اللي اسسها سي اي اي واللي انشاه ونسيب حصل بنا نفسه اللي هو جد طار هذا الولد اللي قاعد يصيع تو يجي برا طارق رمضان اسمه المصيبه هذا عامل نفسه ستار في اوروبا من اسس مسجد ميونخ والوثائق موجوده الاصليه نتاعها اصلا وعندي 400 صفحه موجوده عندي في لندن هناك شو قاعد يقول انت شيء كم فارغ داي CIA وغيرها مش كل شيء اخر انا شفت قلت لك في امور حتفاجئ ناس كثير في على فكره في حتى تسجيلات ترى موجوده في احداث 11 سبتمبر 2011 ليبيا تسجيلات اثناء الازمه نفسها قبل لا يضرب الطيران الفرنسي ليبيا اللي هي يوم 19 مارس في تسجيلات بس هي عند اطراف اخرين يعني من جماعه اللون هو لو يطلعوها حتسب قوسته نكته حتشوفها انت زعيم مثل رئيس دوله عربيه معينه يحكي مع بعض الاطراف هناك كيف تني ضعنا خلاص اللي قال لك الثورة نجحت بس هم رفضين الآن ينشرها موجودة التسجيلات تسمع الأمير يكلم الفلان من بنغازي يحكي معاه تسمع المكالمة هو يطمن فيه يقول لا قريب إن شاء الله فرنسيين وكذا تي ثورة ما كلام فارغ يا رجل والله يطعم في شيء غير ما بيش نحكيها بس احنا نقول فيه بش في العرب خش بعضها موجودة التسجيلات هي موجودة عند أصحاب اللون هذا قصص كثيرة جدا ناس في ليبيا عملاء أعدموا في ليبيا وفق القانون انهم جواسيس مش عاوز اسمي اسماء لكن انا بقول لك نقطه مدرس جغرافيا في طرابلس في كان في جامعه فاتح والناس مسكين عدمها القدافه ترضي انت ابو احمد ان يكون عندك مدرس جغرافيا هنا في جامعه الكويت عنده جهاز جايبه من برا عطيه له السي اي بالشفره في كود ويتراسل بيهم يبعث لهم للمخابرات الامريكيه ترضاها انت هذه لو مسكتها الدوله هنا تقول الدوله تبعي مجرمه ضد حقوق انسان ايش حكمها داي في الدول العالم كله يعدم ولا ما يعدمش بعدين. بس لأن سواها القدافي بتقول لي أن مش قدافي نظام الليبي القانون الليبي أخذوه حققوا معه واعترافاته كلها موجودة وملفه كله موجود والقضية فيها ألف الصفحات ولي من أسبوع كنت أتكلم معهم ضباط متاع الاستخبارات كده عندهم ملفات قال لها الآن معليش أنا بس ببوش أسب مشكلية اجتماعية موجودة ملفات قضية كلها اسمها قضية تجسس والاعترافات مذهلة جدا معلومات على التسلح الليبي ايش علاقه النظام الليبي ولا تقول لي مش عارف انا معارض وانت تسلم في في تجسس بعت الناس هناك لمنظومه التسلح الصاروخي في ليبيا في الثمانينات تسلم فيها للسي اي تقبل انت هذا الكلام تقبله في الكويت تقبل المملكه العربيه السعوديه يقبلوه الاخوه في الامارات تقبل سلطنه عمان تقبل البحرين قطر تقبل الكلام هذا تسميهم الان توار وتقول لي هؤلاء يحكموا ليبيا وجاءوا فعلا وحكموا ليبيا كانوا يسلموا في في في, في الامن القومي الليبي للمخابرات الامريكيه في الثمانينات نعم موجودين القصة وقاعدين أحياء وتعرف هذا يحاول توصلوا للأستاذ جغرافيا
حاولوا يتوسطوا لناس وكذا بحيث ما ينفذش فيه الحكم. ودخل فيها عبد الله السنوسي ناس لما جابوا الملف الشخص اللي كان قاعد حي الان رجل محترم استاذ جامعي كبير جدا اللي كان يتوسط لان عائلته كلموه مش بيش يقول اسم بس لان عيب. لكن نفس الشيء ما تستغلش ان القذافي ميت ولا الناس مضروبه تبي تلخبط امور بعضها. القذافي تنتقده في شيء داره فعلا تقولي والله اشارات سيئه امم املاك الناس ما حتنا كنا فيها نعم ولا مش وقت نلعبها بكره اصلا الفكره الاقتصاديه بتاع الكتاب الاخضر ونقول بعدين شو ولا عمرك شفت راس اصلا رغم ان هذا الفصل الرابع ما عمرك طلعت بيه اصلا. لكن انك انت تبي تاتي وتمسح الارض هكذا وتسبب لي وبديك نقطه مهمه بقولها لك الان قصه النساء في ليبيا تقول لي ان ليبيا ما فيها شيء وليبيا دهايه رهيبه لتبرير فشلهم الان هؤلاء الفاشلين هذه من ضمنها قلت لك انت ناس عندهم ملفات قاعده عندك موجوده بالوثائق الاف اقسم لك بالله الاف وموجوده قاعده نطمنهم موجوده بالاسماء وبالاعترافات شيء تدهن له قبائلهم واهلهم لو يسمعوها تجسس ما فيش حاجه اسمها انقلاب على النظام ولا كذا جواسيس نقول لك انا استاذ جامعي واخذ انت جهاز مسلمين لك في خارج ماشي رحلة وراجع بالشفرة وطول ترسل السياية شن صار وأخبار الجامعة والطلبة والمجتمع الليبي كذا بالله عليك هذا عمل شريف هذا عمل يقوم به راجل بني آدم عربي طبعا أسألك بالله لا طبعا ما مطلعينهم كلهم الآن يعودوا فيهم والله تفتح جرح رهيب يعودوا فيهم الآن في ليبيا أنهم هم لأن 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 والله المهم دار عمل ضد القذافي فلازم نعوضوه ويعتبر زعيم وكذا كلام جميل فارغ. هذا هو الربيع العربي أنت وصلت له النقطة هذه استغربنا سرعة طلب الناتو أن يتدخل عندما تحركت القوات الليبية إلى مناطقها لإخماد الناس اللي كانوا يقومون بمعنى الثورة في ليبيا. الغريبة سوريا تدك لم يدخل الناتو كثير من الدول في العالم لا يتدخل الناتو لكن كان تدخل سريع قبل أيام من إخماد ما حصل من شغب داخل ليبيا الناتو دخل بريطانيا فرنسا إيطاليا دك في الجيش الليبي تحت شعار تحرير ليبيا ليه تدخل بهالسرعة هذه ليه وين كانت السي اي اي وين كان الدور الأمريكي الحفاظ على القوانين الدولية شو هالسرعة اللي عاوزين نسقط فيها معمر القذافي شنو السر يا أستاذ نعمان المطالب أنا مش دم مدافع عن معمر القذافي لكن ابي احد يجاوبني لماذا سرعه صريح الان إيه؟ لماذا اسقط نظام المعمر القذافي هل لان عاوزين ياخذوا النفط الليبي او انقى نفط لنفط في العالم هل هو لتسكين الجماعات الارهابيه في ليبيا هل هو امتداد حيكون لمصر داخل مصر اللي هو الان شوكه داخل الجهاز الامني المصري وتهديد لمصر هل هو اصبح قاعده جديده لافغانستان عاوز افهم القصه هو اللي قلت ده كله واقع الان واقع استعمالاتك هي في ليبيا موجوده اللي ذكرتها انا ابي احد يجاوبني ابيك تجاوبني بكل صراحه بدليل الامريكان رجعوا بطائراتهم من جديد هم بريطانيين وايطاليين الان نازلين عادوا الى ليبيا قصف حسب ما يقول داعش عادوا من جديد بطائراتهم وجت يعني فطلع الكلام ان في ارهابيين اذا صار في ليبيا واستغلوا هذا ايش علاقته بالربيع العربي ايش علاقته بالديمقراطيه لكن خلينا نقول لك شوف نقطه مهمه انا ذكرت لك في اول حلقه ان جيلنا احنا تربى غلط بسبب ممكن الإسلاميين أنا نقول لك جينا ممكن الناس صح شكلي عمري 20 سنة الحمد لله يعني بان شاب توك 15 سنة لكن في الواقع يعني أنا على مشارف الخمسين العام يعني الله يعطيك طولت العمر إن شاء الله ما حتى الناس برات يسمعوا في القصة نحكي فيها يقول كده قداش عمر أصلا السيد اللي يحكي في قصة زي هذه يعني. المهم في فرق بين أنني ننتقد النظام الداخلي في بلدي لإشكاليات داخلية بيني وبين السلطة فنقيم النظام من هذا الباب ومن حقي لأن أنا مواطن في فرق بيني وبين الحاكم هو حاكم وأنا محكوم لكن مواطنين في هذه الدولة صح ولا؟ هذه بلدنا وإدارة المجتمع لكي يتحول إلى دولة يطلب سلطة حاكمة هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه بدون دولة بتقعد مجتمع بس تحول إلى غابة هذا باب يجب أن نضعوه في إطارها الصحيح من دخلوش على أمور أخرى مثلاً لما تتعلق بسيادة الدولة أو هيبتها أو الحفاظ على أمنها واستقرارها نحاوله حتى هو أن مسحوه مسح لأن ليه مثلاً متضايق من نظام صادر أملاكي فهمت الفكرة وين؟ أو مسألة أخرى أتحدى فيها مسألة مهم شوف لأي حل بتعامله بالشريعة عاملة بتعامله بالعلمانية عاملة بتنجن مش مشكلتي لكن هو لازال صراع داخلي في سياق داخلي وحتى المنطق تبعه داخلي الناس ما تعاملتش مع النظام القذافي بهذه الطريقة
أنا ذكرت لك قبل قلت لك أكثر الآن الفبرايريين هؤلاء اللي عيطوا هم أكثرهم مستفيدين. والله في قصص بس لأن ما تسمح ليش بيتيتي أن نتكلم عليها لأسماء رنانة جدا لو نحكي لك شن كان يصير أقسم بالله تصعق اللي يسب ويقول لك قدافي ومش عارف شنية والله تصعق وهم يعرفوني أني أنا أعرف أقسم والله في ناس لما يشوف لابد عينه تنكسر ما يقدر يشوف لكن عارفين احنا رجال ما نحكوش بالهرطقة هدية. فهني بتجيبني نقطة بنحكيها لها قصة النساء وهي مشوقة حتى نلطف الجو شوي يعني مع أنه ما فيش قهوة يبقى قهوة جيبوا قهوة. شوف شوف هذه قصة رهيبة. المرأة الليبية شوهت تشويه غير عادي في ثورة فبراير ضحية مش ممكن تتصورها أنت. ليش؟ لأن المجانين اللي عندنا مش متعلمين حتى في المخابرات مش دارسين صح، ما عندهمش مثلا فنيين او خبراء في التضليل الاعلامي او شن حروب البروباغندا اوكي او الحروب النفسيه. وتعرف انت في المجتمع الليبي انا قلت لك يعني سبحان الله تعرف لو تروح لليبيا انت يعني بالذات خارج العاصمه وكأن قطعه من الخليج العربي وضعتها هناك. العادات التقاليد الاكل حتى الالغي نفس القبائل الموجوده فروعها يعني صحيح. تعرف تو المده الماضيه يجونا بعض الاخوه من الخليج اخرها كان في مدينه اسمها الرجبان في الجبل الغربي هناك فجايين اخوه من المملكه هناك اساسا بدهم كذا فلقوه هم نفس الفرع القبيله فقعد عندنا ابحاث شيء ممتع حتى من ناحيه الحضاريه والثقافيه بعيد عن السياسه كشعوب بحيث ان بيتوا نسب القبيله من هو اول واحد انتقل هذه متكرر جدا في ليبيا حلو جيد فعاداتنا وتقاليدنا قريبه جدا من بعض في هذا الباب. عندنا قضيه الشرف والمراه وكذا مساله يعني بدين مش بدين مساله يعني ما فيهاش حدا لبس سيوف. فانت اذا بتحفز المجتمع الليبي دائما استخدم المراه اذا الناس اي طبعا. وان كان الان انا مستغرب في طرابلس كل مره يلوحوا في مراه في الشارع الناس قاعده عادي يعني غريبه جدا ما طلعتش الايام القدافي بس قصه حزينه. لكن ايش اللي صار؟ تم اشاعه قصص الاغتصاب. انا احكي لك واحد من الناس وقفت منها لكن لم اصدقها لكن ما قدرتش ننفي. ليش؟ لان انا كليبي من يعني لا لم أتصور أن يطلع شخص ليبي مثلا يقول والله اغتصبوا قريتي على مؤاخذة يعني صعب أن واحد يلحق مثلا هذا النوع مثلا بعائلته وبناسه ها مقابل فسقة نظام سياسي هذا ما معناش في ليبيا يعني الكلام. ولذلك ما تقدرش أن تقول لا أنت والله مش صح لابد حتى لو مش مقتنع بيقول رب القانون لكن تبي يعني تسكت. فليش كلمتك الآن حكيت لها؟ لأنك قعدت نسأل نسأل بطريقتي الخاصة يعني عرفت بمعلوماتي أن من ناحية القانونية اللي عندها القضايا اللي موجودة في مدينة معينة في ليبيا في مكتب النائب العام في طرابلس المتعلقة بهذه الحالة أربع قضايا بس من 8000 حالة ذكرت في الإعلام ذكرتهم. سيدة الآن عندها نائبة في البرلمان هذه طلعت تعيط في التلفزيون هي وأختها شو يقولوا بيحرقونا اللقطة الجزيرة دي متعود فيها نتمنى معاش يقراها يفكونا منها جيد. من 8000 حالة تعرف لما كنت في لندن هبلوني المنظمات الدولية دي والإن جي أوز وكذا في المكتب انا كل بقصه لان تعرف درست اني اقول قصه عندي بنت عمي هي عايشه كان في ايطاليا هي وزوجها فكانت في تونس زين ما ليش علاقه بالجو ده يعني وكذا فاتصلت بها سالتها تصور كذا قلت لها ضروري من تونس في عز الجو هذا بتاع فبراير تبحتي لي لان في كثير طلعوا مهاجرين وقصه كثير ليبيين خرجوا الى تونس بسبب كذا واغلبهم من المدن اللي ناصرت احداث فبراير يعني وعائلات. فقلت لها اكيد تلقي في هناك في الناس جاسيف مخيم مش مخيم انت نبيك تشوفي لي قصة الاغتصاب هل في حالات تقدري تثبتها هناك أن في اغتصاب لأن استفزتنا كلنا بصراحة يعني. حلو لا أخفي عنك ولا كنت تكلم فيها حتى مع طرابلس لعلمك عندي صغار كانوا في جهاز المخابرات اتصال مباشر أيام من أول ما طلعت أول قصة فهم يحفظوا يقول والله ما صارت كذب. المهم للناس لقاء قبل كل شيء. المهم ف بنت عمي يعني بعد أيام كذا قالت لي ملقيت صار لكن قالت لي ممكن اللي سمعت عليه يعني أو حالات قد تكون لها مصداقية ممكن حالتين أو ثلاثة لأن صعب حتى الإنسان يعترف وتعرف هذه مسألة مهمة في ليبيا يعني وفي الدول العربية كلها حتى للأسف بعض الناس تعامل حتى بشكل جاهلي يعني تتحول الضحية إلى الجريمة موجودة تحصل حالات يعني موجودة جدا مثلا بعض العائلات مرات يطرح حتى يقتلوها المرأة وهي أصلا ضحية واحد ثاني تافه صعلوك هو اللي يفرض يشنقوه في الميدان اللي يتحول إلى بطل. أربع حالات في مكتب النائب العام نحكي لك اللي هي معناتها في حالة إذن قانونية وفي الضحايا موجودات وكذا وبتتبع من اللي قام بها وهذه اثبت لك انه عمل غير ممنهج جيد. ليش قلت الكلام هذا؟ وبدات بعدها مسرحيه من اسخف ما يكون لتشويه المراه الليبيه
مش لغرض دمشق الأمريكية، لأن كان عاوزين يشوهوا القذافي. فبدأت تخرج قصص سخيفة، الحرس الثوري، بنات القذافي اللي هم، لأن الحرس الثوري تشكيلته كانت نساء ورجال في ليبيا، ما كانش يعني أولاد فقط، عرفت؟ فاستغلوها، وتعرف أنه كان يمشي الحارسات هنا جنب السيدات أكثرهم، وبدأت تخلق قصص صح؟ بروباغاندا رهيبة في الميديا، وجابوا بعض التافهات شرى اثنين وثلاثة مش عارف قعدت في دولة عربية، أظن كانوا يضفوا في الحمامات شرى في القيادة وكذا، قال خذوا حارسات القذافي وبتتكلم ومش عارف. المهم خلنا أحكي لك أنا اللي حارسات القذافي جيد؟ كيف شكلها قصة؟ في عز الضرب الأحداث 11 فبراير 2011 بعد ما بدأ الناتو يضرب، والقصة كانت صعبة جدا بشهورة، وفي بعض الناس انشقوا من النظام خرجوا، وفي اللي حتى ما انشق بس لما حصل فرصة خرج للخارج ما رجعش، يروح بيتفاوض ما يرجعش، يقول والله نروح ندبر لكم أموال، يعني مسؤولين. والقذافي كان اعتمد سياسة على فكرة، قال من اللي عاوز يخرج ما تشدوش شيء، حتى بحيث يبقى معه فقط من يريد أن يبقى، يعني سمح لمن يريد، سمح نعم تعمد اللي بيهرب اتركوه، قال تعمد، وهذا ذكافها بحيث يريد أن يتأكد اللي معاه صافيين ما يغدروش به، كوش حد ضعيف ممكن كذا. جيد. في عز هذه الأزمة في سيد أنا عارفه كويس، عرفت بها ممتازة جدا، عارفها من الحرس، هذا الحرس الثوري المرأة، كان في زحمة هكذا جبدها بإيدها هكذا، هو يمزح معهم عادي يعني في السيدات، جبدها بإيدها وهمس في أذنها، قال أنا بنبعتك في مهمة، شوف هذه إكسكلوسيف للمحطة يعني. قال أريد أن أبعتك في مهمة، وكان بهمس هكذا، قلت له إيش مهمة؟ تتصوري كان داخل ليبيا، قال لا برا ليبيا بيك تسافري. فالسيدة اندهشت، قلت له ليش أنا يعني وين بروح، مهمة بروح فيها خارج حارت يعني؟ قال لا في دولة معينة، دولة عربية في الخليج، قال عاوزك تروح هناك وتوصلي رسالة من هنا. فهي اندهشت، قلت له ليش أنا؟ قالها كل ما نبعت راجل معاش يرجع، هادو النساء اللي بات يشوفوا فيهم، يقول لك حرس ثوري مش عارف ايه، والقذافي ونساء القذافي كمشة تافهين صع عليك زنادقة وعملاء خونة البلاد واللي شرفهم النساء، هادو النساء بتاع اللي كانوا جنب القذافي، هذه سيدنا عرفها شخصيا، قال كل ما نبعت راجل معاش يرجع، ها خلي مرة ترد عليهم بالشكل المضبوط ما دام ابو شهد، لان الرساله دي انا عاوز الناس تهدى، معاش يدخلوا في معاش تجدوا المراه الليبيه، معاش تجدوها، معاش حد علاقه بها صراحه، مالكش علاقه بها. ذهبت، شوف يعني الحصار على النظام والقصة صعبة، في أمور كثيرة تحسب تدب مش حتدخل بصبورها الرسمي، قصة ذهبت إلى السلطان قابوس سلطنة عمان، نقطة مهمة، شوف القذافي لو كذا أرسل، شفت في 22 دولة عربية لا، فأرسله إلى سلطان قابوس، وحي صراحة من هذا المكان يعني، وصلت الرسالة، بقى تقريبا 4-5 أيام بس، هنا في نقطة رائعة أقولها لك يعني. شن هي الرسالة كانت؟ رسالة معينة خاصة، مهم وسطت الرسالة شفهية يعني أمور معينة، بس لاحظ أنا دولة خليجية، القذافي الثوري الجمهوري الآن، والقصة اللي قسمونا قالت لو جابونا اليمين الرجعي اللي هو الدول الملكية يرجع والدول الجمهورية، القصة القذافي لما جت لحظة زي دي الدولة اللي وثق فيها واللي أرسل السيدة كذا دولة خليجية سلطنة عمان، هذه دروس. والنقطة الثانية قصة أن كل ما نبعت راسه ماشي يرجع، اللي قال لك حرس القذافي فيها جايبين لي تافهات بألف في كتب مش عارفين، قلت لك يشتغلوا شغالات هذو في القيادة كذابين، تمسح في حمامات والله مش عارف يدير، قال لك حارسات قذافي. ف السلطان قابوس تعرف أنت يعني يقولك فيها ديما حتى بحكي كذا، التقاليدنا العربية دائما العائلات المال اللي تربوا تربية الملوك ديما لهم ميزة، ليهم ثقافة خاصة في التعبير على آرائهم في الحكمة، لأنه أيه. ينشأ الإنسان من صغره في بيئة ملكية، أخوه ملك وعمه أمير ومش عارف نسيبه، تعالي لها كود معروف، نفس في أوروبا موجودة القصة هذه. فالسلطان قابوس كان رجل يعني محترم وكريم جدا يعني، بس هو فاجأ السيدة قالها شوفي الآن أنا اقتنعت يجب أن يسقط نظام القذافي، صعقت هي، صعق معنى الكلمة، قالها نعم الأرضات يجب أن يسقط نظام القذافي. قالت له ليش؟ قالها نعرفها تقريبا 30 سنة ودائما كل يبنى التقي بي في علاقة ولا في شيء معين بيني ما نشوفش فيه إلا هو بلش عاد ماخذ أو وجه شلقم، قال هكذا يا وجهي هو القذافي يا شلقم،
وعنده مثل هذه الكنوز ولم يرسلها في السابق. مزحه يعني جماعه، السيده كانت جميله يعني، ما احترامنا لا 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 إيه. ما مزحه، لا السيده اخذتها إيه. على باب الاطراء يعني كان إيه. يمزح هو إيه. فقال يعني ان 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 يعني طول عمره نعفى القذافي كذا، فعند مثل هذا وانتهت المهمه ونقلت الرساله واكرمها الرجل ورجعت الى ليبيا. هذه السيده اللي بنقولها اللي يقول لك حاجه لم تهرب، هذه نقطه بنقولها مرعى. هذا الان بتقول لي ان موجودين للزينه ومش عارف ايش الكلام السخيف هذا، لانك بتشوه يفتح وتشوه في المراه الليبيه اللي يقول لي 8000 مغتصبه، واللي مش عارف يقول لك في الجامعه مش عارف ايش عاملين لهم، واللي يقول لك والله المغتصبه يعني خربوا بيتنا بالقضيه هذه، امر مستفز جدا. هؤلاء صار عليك بتاع فبراير مش وريك ان غير متربيين صح، استخدموا المراه في صراع شوه المراه الليبيه ودمرها. حلو، انا معي 10 دقائق ساعدني استاذ عمان والمعلومات كثيره، هو القصه طويله يا نعم. ايه سؤالي، شنو سر وراء سر بنغازي في بنغازي في صمودها امام الحلم؟ شنو السر فيها؟ شوف، مدينه بنغازي تسمى في ليبيا هي ليبيا المصغره، في البعض يقول صره ليبيا بمعنى معين يعني مركز، وتسمى باللفظ العام يقول لك ربايه الدايح، يعني اي واحد ياتيها يعني ليبيا كلها يفعل درجتها هناك في هذه المدينه، ليبيا بالكامل موجوده في هذه المدينه بصراحه، وتغلب عليها الطبائع العربيه القحه موجوده فيها بقوه رغم مدنيتها يعني. ايضا هي جامعه بنغازي اللي كانت هناك هي اشعاع الادب، لان كليه الاداب كانت قويه جدا في بنغازي هناك جيد، فحتى المسرح فيها لما تدرسها من ناحيه ثقافيه تقدر تعرف اهميه هذه المدينه حتى من ناحيه انتاج الفكر. ايضا حتى ايام الملك ادريس، شوف بشعبيته يعني بدات في برقه يعني ناس تحترم فيه احترام غير بسيط يعني احترام رهيب لشخصي ولعائلته وكذا، يعني رفضت ان تخنع. نعم تصور، شوف في ايام الملك ادريس اللي هو مؤسس دوله ليبيا الحديثه ومعه الاباء المؤسسين، لكن كان هو اول ملك لليبيا في الاستقلال والناس تحترمه وتجله كذا، بس بنغازي كانت متمرده بطبيعتها. تصور حتى مع الملك ادريس نفسه لما قامت الثوره في بتاع 69، القذافي نفسه كان من هناك، وهي غريبه سر بنغازي هذا يعني، من معسكر قاريونس، وذاك سمى الجامعه سماها قاريونس، نفس الشيء من بنغازي انطلق التغيير ها، وقري البريء الاول من هناك ومن معسكر اللي هو في موجود في 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 بنغازي سنتين بس تقريبا كذا. تبرد بنغازي في شيء، رفضت ان هي تنصاع لفكر مثلا سياسي معين او فكر ايديولوجي، وبدات الجامعه وكانوا يهتفوا للقذافي في هتافات قويه جدا، ولكي يعبروا عن غضبهم ورفضهم للفكره مثلا التي بدات تطرح في ليبيا، ذهبوا وكسروا تمثال جمال عبد الناصر كرمز القوميه والفكره هذه، ليس مثلا كره لكن عاوزين يوضحوا القذافي احنا معارضين للفكره هذه بنغازي. لما جت قصه فبراير بنغازي جيد، جو الارهابيين حاولوا يقصعوها، والصعاليك فبراير بانوا على حقيقتهم، الصعاليك منهم حاشا الناس اللي خرجت تطالب بحقوقها وخرجت بعفويتها وليبيتها، بنغازي هي الان اللي تصدت. نعم اسمع، هذا شيء غريب بصراحه يعني، هذه سر بنغازي. ولذلك حتى اثناء الاحداث القذافي نفسه فهم القصه هذه، كان يحاول ان يخفف الصراع، بس كانوا في ناس بعض الاشخاص صغار جدا في السن هم من بدا باطلاق النار. نعم. على بعض المدنيين قتلوا تقريبا اول دفعه ماتوا 9، فتعرف انت دم واغتصاب، انت شوف هذه هي قصه الفزعه العربيه يعني، هذه التجريد العربيه باصولها، دم ناس قتلت ومعها قصه يقول لك اغتصابات، صعب السيطره على الشارع. حلو، فكان القذافي يحاول من الاول انه هو يتجنب الصراع معهم، وانا من الاول كانت رايي هذا يعني في القصه ان لازم يتجنب القذافي، بس مش عاوز نحكي لك نعطيك تفسير رايي في الموضوع ويعرف كويس القذافي، ان عدم الدخول في اي صراع مع برقه كلها، لان ايش اللي حصل في برقه خلال 4 أيام الاولى، المدن اللي هي مدن الشرق الليبي كلها اسمها برقه سيرينايكا، المدن اصبحت خاليه بالنظام في 4 أيام، ما عادش في نظام، هو طبعا جت اوامر صراحه بالانسحاب ايضا، لكن الشعب خارج يعبر عن القصه هذه، خرجت الناس في الشارع وقبائل وقصة، هو سحب قواته، هو سحب بس، والناس عبرت على رغبتها في التغيير من الطرفين. والخطاب الأول اللي كان موجود في بنغازي كلام كان كله ديمقراطي، ما في حد كلمة على فكرة إسقاط نظامه، أول يومين لو تسمع موجود مسجل يعني، والأشخاص لا زالوا أحياء اللي قالوا الكلام هذا، كان كل المطالبة بالإصلاح،
الإصلاح، الدستور، أن لازم تنتهي هذه القصة، الشعب مطالب يعني لا يقبلها عاقل، لا يرفضها عاقل، وفي غاية التحضر بصراحة يعني اللي صارت. بس كان في أطراف هذه الحقيقة، قصة أنك أنت تخلق الحدث اللي إحنا بدنا بدول تانية ثم تأتي وتستغله. استغلت هذا الظرف وأصروا أن لازم حرب. نقول لك قصة، في سفيرة كانت موجودة عندنا في طرابلس، سفيرة مهمة جدا قاعدة حي الآن تشتغل واحدة دول أفريقية الآن. تصور يوم 19 فبراير، يعني هي 17 بدأت الحادثة، يوم 19 ضمت حقائبها وبرنامجها وكذا، اتصل بها وزير الخارجية تبعها، مش عاوز نقول أي دولة، بس دولة مهمة جدا، اتصل بها لأن كانت تابع تقرير توضح تقول إن فيها أشياء كذب. وزير الخارجية قالها معاش التعب بنفسك ولا تبعتي شيء، الموضوع انتهى، حيسقط النظام. يوم 19 فبراير، مش عاوز نقول السفيرة الكندية طبعا، فهمتوا؟ اتصل بها. انت قلت لك بالحلقة دي بتودينا في داهية يعني. السؤال الأخير بتروح في داهية. اتصل وزير الخارجية قال وقف يوم 19 فبراير يومين، الأمر لين صدمت السيدة. قال أنت بعد تبعتي خلاص الموضوع محسوب، عارفين شو اللي بيصير وكذا، القصة منتهية وحيحدث ولازم يسقط النظام. فبراير مش فبراير حرية، القذافي لازم نقتلوه، ولذلك جاءت اللحظة لازم يقتل، لازم يقتل. أنت تصور لما تمسك رئيس، ليش صدام حسين ما قتلوش يعدموه من فوق تمسكوه محكمة وقصة وشافة، لماذا تغتال الرجل وانت مسكت حي؟ وانا هذا السؤال الاخير لان معي اربع دقائق. ايه؟ لماذا تم قتل؟ كان هناك معلومات لدى الفرنسيين، الايطاليين، البريطانيين، وجود مكان معمر القذافي الاخير وتحرك موكبه الاخير. لماذا اعطيت الاوامر للميليشيات اللي كانت موجوده بالقاء القبض على القذافي وتصفيته؟ القذافي صفي قتل بالمكان وبطريقه جدا بشعه، جدا بشع. طبعا في ناس يفتخروا بها الطريقة، وما زالوا يصورون رجل ميت. رجل ميت طبعا، كل واحد يعكس بيتيته المتربي منها، يعني الأمور تعكس البيت اللي خارج منه البيت الإنسان يعني. وكانوا الجماعات كأنه أرى الدواعش اللي كنت أشوفهم بالموصل وفي العراق كأنهم هم أثناء قتل القذافي. هل تم تصفية، طلب تصفية القذافي؟ وإذا كان نعم، لماذا؟ لماذا لم يحاكم كأي رئيس؟ هو بصراحة يعني الاتهامات كلها موجهة باتجاه الرئيس الفرنسي ساركوزي. ليه؟ نكون معك سريع. كل قصة العمولات والتمويل؟ قلت لك أنا الحلقة لامس أن الآن صدر الأمر من القضاء الفرنسي بعد ما ثبتت أدلة مادية شبه ملموسة بإلقاء القبض على الشخص اللي كان هو فرنسي من أصل جزائري، لأن هذا كان هو الوسيط بين القذافي. على فكرة أقول حاجة قبل أنه الحلقة مهمة، أظن ساركوزي عارف القذافي كان عنده في الخيمة عادة المجلس في جماعة تشريفات، في اثنين شخصين مدنيين هم بس يظهروا بالشكل العسكري، يلبسوا الكاب شفته في اللي هو العسكري هذا، لأنه شكله مبهرج والنسر اللي فيه كبير. في النسر هذا فيه كاميرا تسجيل، فيبدو اثنين واقفين كأنهم من التشريفات ويسجلوا الجلسة اللي صايرة بين القذافي والرئيس اللي جالس، متسجلة صوت وصورة. وفي منها خطيرة جدا، خطيرة. نعم، أحد المعلومات الخطيرة هذه هي دي، لما تسمع أنك أنت رئيس دولة معينة عكس ما يظهر للعالم كله، هو جالس في خيمة القذافي وغيره وغيره، في أشياء خطيرة جدا أنت لو تشوفها تصعق. مثل شنو؟ مش بقول لك شنو، بتودينا في داهية أنت. مثل شنو؟ عمولة أصحاب بطلع موجودة كلها في هذه، قاعدة في ليبيا، في عمولة طائرات، شراء أسلحة، في أشياء أكثر من هكذا، أكثر من أبعد من شراء كذا قضية. لا في مور يعني، ما لو أي شخص لو تظهر مثلا أمام دولته ولا كذا، حي ممكن يطلبوا منه الإقالة، ممكن يحولوا على تحقيق أو كذا، موجودة. قلت لك يا عفاش، هذه كان عنده غذافي مرات لما يريد يسجل في شخصين معروفين، يعني واحد منهم في النهاية تافه يعني، هرب وغدر وكذا، سان صعلوك يعني معروف حتى لا أصل له في ليبيا، شخص معروف في ليبيا يعني يعرف قصدي، والثاني رجل محترم يعني قاعد معروف. حلو، كان يلبس في القاب ويوقف في عمتها واقفين تشريفات وكذا، بس هي كانت تسجل. والتسجيلات هذه انتهت، راحت، هو صارت حملة محمومة يوم 20 أغسطس لما صارت المعركة في طرابلس. لعلمك حرب استخباراتية غير طبيعية، مش ممكن تصورها انت، على جمع كل المعلومات هذه والأرشيفات والموجودة، غير اللي جايبينها الليبيين اللي خليك أوراق المكتوبة، لا كانت في بحث على مواد معينة محددة، كلها استخبارات غربية اللي فيها، في دول تصور لدرجة أن داخلين يأخذوا في ملفات ويبوا معلومات على وزارة، مش وريك النقطة ذكرت بها، وزارة الصحة وزارة التعليم وكذا، حاولوا يأخذوا منها، وفي من بعضها أخذوها. يعني تصور عاوز يأخذ المجتمع الليبي يشيله يرفع هناك البلاد يدرسه. أنت لما تأخذ الداتا بيس متاع مثلا متعلقة بالصحة، أنت عاوز تدرس المجتمع هنا. نعم، ها، والتعليم
أخذوها وباعوها للثوار فبراير، ساعدوهم فيها أساس تقسم ليبيا. لا إيه تعرف أنت هذه أهم النقطة الأولى لما تدرس المجتمع، هذا أخطر أنواع الم... قلت لك أنا كان عندنا هذا دكتور في قسم الجغرافيا في جامعة الفاتحة كدرس، كان يتخابر كذا يعطي معلومات من أحد اللي طلعوه من الثوار يعني القصرية. أنا انتهى الوقت، أنا اسمح لي قبل أن تنتهي الحلقة أنا بعطيك بعطيك إيه؟ انتهى الوقت، لكن أبعطيك الدقيقة الأخيرة. الدقيقة الأخيرة تتكلم فيها ما تشاء. أولا بارك الله فيك يعني أشكر. لا أنا تشرفت ومعلومات يعني فادتني حق المستقبل المحطة بارك الله فيك يعني، والمعذرة إذا حدث أي شيء خارج السياق. أنا كنت بطبيعتي وسجيتي الليبية، إحنا أغلبنا الليبيين هكذا مهبلة يعني، لا محشومين لا بالمعنى إيجابي يعني، مرات ما نحسوها طبيعتنا هكذا يعني بصراحة، هذه الطبيعة غير هكذا، كل هذا متلونين مش ليبيين، هذا بربنا يعني على الأقل ثقافيا منتسبين. اللي بنقوله أن أتمنى اثنين حاجتين من الشعب الليبي، أن يستفيق. احنا جينا هنا وتكلمنا وخاطرنا باشياء كثيره جدا، ليس مجرد العبث والله احنا مثلا بنمثلوا فيلم او عاوزين الناس تضحك، لا نتمنى ان الناس تكون استفادت من كلامنا هذا ويعتبروا ما قدمناه وبارك الله في حضرتك ان هو تضحيه معينه حتى الناس تعيد حساباتها ويتوقفوا على هذا الصراع في ليبيا ويبحثوا على اليه اخرى للم الموضوع في ليبيا قبل ما تضيع. اذا هم اقتنعوا بالكلام اللي حكينا فيه احنا ان الوضع اكبر منا جميعا، اكبر مني ومنكم ومن كل حد، وادواتها ليست زينه. طيب ايش ممكن نعمله الان فورا في ليبيا حتى نلم الموضوع ونعيش كليبيين، واي اشكاليه يحلها قانون ليبي، نقطه من اول السطر، اي اشكاليه يحلها قانون ليبيا. مش اشر من الوضع اللي كان البعيد يعني اللي كان في لبنان، انت يعني دخل بس شوف الان لما تشوف لبنان يعني شيء رائع جدا كيف وصلت ولمت نفسها، اللي بينفرض بسرعه. النقطه الثانيه بصراحه وكررها اللي قلتها من الاول، انا ارى ان هناك مسؤوليه دينيه وعربيه وقوميه وعرقيه واثنيه وخذ على دول الخليج مجلس التعاون، لان هو قاعد الكتله الوحيده الان تصور في هذه المنطقه اللي قاعد يشتغل كويس وفي بينهم كود رائع ويقدروا يعني يشكلوا حاله. تصور لما تجتمع هذه الدول السته مع بعضها تستطيع تضغط على الجامعه العربيه وتشكل فيها حاله، تستطيع تضغط في المجتمع الدولي بكل علاقاتها الخاصه وعلى اوروبا وعلى كذا، وتستطيع تضغط على الليبيين انا متاكد بشكل ودي واخوي وحيستمعوا الليبيين. فاتمنى من الاخوه الزعماء والقاده هنا وكل من له يد في دول الخليج ان يحاول، وخاصه دوله الكويت بالذات صراحه يعني معروفه في هذه المسائل يعني، ان يحاولوا كيف يتدخلوا في ليبيا بهذا الشكل الايجابي العربي ويضعوا حل سريع خارج اطار هذا المفاوضات التي لا معنى لها. بارك الله فيك وشكرا. تسلم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله. كانت اجمل الحلقات في هذا الموسم استاذ نعمان، كنا صريحين، فتحنا الملفات، وضحنا الأمة ما يحصل فيها وما سوف يحصل في المنطقة في المستقبل. يا ليت الناس تصحى شوي تفهم ما يجري حولها إن شاء الله يا رب. أستاذ نعمان بن عثمان شكرا لك على حضورك ويانا اليوم. أعزائي المشاهدين وصلنا لنهاية برنامج وجها لوجه، للتذكير باشر معنا بإذن الله ضيفنا وضيفكم وزير الإعلام الفلسطيني وحديث شيق عن الوضع الفلسطيني وعن حماس وعن العلاقات الفلسطينية في منطقة الخليج. ادعو الله أن يحفظ الكويت والأمة العربية. قولوا آمين. مع السلامة.